قالت يا عباس الضعن ماشي رضيت الشمر حادينا ما يرضى يا زينب على هزيل مشن حسرة خواتك والوعد وين تقل لها النوم يا ابو فاضل بشاطل عالقمي خلها وهاي النوق دنوها المحامل قوم عدلها وهاي وديعتك دنهاض وعدل ستر محملها وخلي العلم يا مهيوم قدام الضعن زين يقل هالعتب يا زينب على راسي وعلى عيني لكن نظن ما جيت الشريعة ولا نظرتيني وين الراس وين العين يا اختي ما تعذريني كفيل الصاير بهالحال يا اختي وما تعذرين تقل يا وفي الذمة يا صيوان الحرم والسور عتاب عليك من ضيم يا ابو فاضل ما هم نقصور دريت بقطعة جفوفك دريت براسك المطرور بعين تأمل جسمك على الشاطيم وزعين تقول الله وياك يا عباس ساق الحادي يضعان مشينا باليسر يا حسين ما حد منكم ويانا علي مرت ليالي الشوم طول الليل سهران حالي على المطية النوم يا اختي يا اخويا ما تشوفون وجليهما بدل أبو فاضل يقود ناقة الحوراء زينب وإذا بشمر وزجر يقودون ذلك الضاعن آه يا زينب يقول ولن الشمر يصفج على زينب جفوفا قلها اصبري وبشري بدخلة الكوفة وان كان شخصك من قبل ما حد يشوفه لازم يشوفونك على ناقة وحيد وطلعوا من كربلاء صاح ابن سعد مروا بهن على مصارع القتلى ايه هذه أبيات عزيزة على آبائنا وعليكم انتم بعد اتذكرون هذه الأبيات وبهذا الطور الحزين عزيز على قلوبهم خلينا أنا بعد عندي وياك مشهد آخر وأسألك الدعاء بس ما أقدر أتجاوز هذا المشهد ويلا أبغيها ون تناسب هذا اليوم يوم الحادي عشر من المحرم وزينب طالعة خلينا نودعها تقول ويا الغرب يا حسين والله صعب ممشى شل بصر يا هلي إبار الحرام ويا اسمك رمية والكريم برمح منصوص دلوا هوازلهم ولذر القصيد يا صوت للكوف لول الشام وين احنا وهالدروب يا ولي ساعدني على ضيم وكثور بلو عريان جسمك بالثرى ومشيت على دلوا المطايا ولليتامى غدا ترن
وما أسمع لذاك المقيد غير وأن كل ما جذبها نحل جسمي وفتت حشا هالسفار يا ابن أمي صعب والحادي يصعب الحرمة ما تقدر له خفق هالصوت تنحب وما الذي تنخى على الكرار تنسى والدرب شبلاه بلا رايح ولا جب لو طاحت الطفلة يا خويا امتحن بيها ما حاج ركبها ولا يشفق عليه ما غير حاج ضعون هل بصوتا يجيها والرمة تنهي تشتكي ولا تشوف حما مشت الضعينة راحت عن كربلاء وزينب كل شوية طالع تلك الأجساد تبتعد عنها في أمان الله أبا عبد الله لو خيروني بين المقام معك أو الرحيل لاخترت البقاء معك ولو أكلتني سباع البر أنا ماشية بالغصب لا بالرضا بالرغم لا بالرضا أبا عبد الله تقول لا تقول عني سافروا ما ودعوني ساقوا خواتي وللقبور ما شيعاني يا ريتهم وياك بالبر اتركوني ولا روح اسرام يسر الارجاء سميه راح الضعينة يلا هذا المشهد الاخير واسألك الدعاء مأجور الله يعودك على ايامه على هذه الايام وين الشوفة يا حبيبي وين الشوفة زينة الراس امام المحامل يا حبيبي الراس امام زينب يلوح ما بترجع على قبر إلا يوم الأربعين هذا شلون عاشت زينب هالمدة والله ما ندري طلعت الضعينة راحت الضعينة وإذا بواحد يقول الشاعر دخل إلى كربلاء يتخطى القتلى قتيلا بعد قتيل وين رايح على المشرعة قعد عند أبو فاضل قعد ولده وخلاه بحضنه يقول له بزينب مهجة الزهرة وصيتك يا قمر عدنان ما ظنيت تتركها أسيرة بولية العدوى يقول له تذكر يوم سايلها وعلى خدها الدمع سايل يا هلي من اخوانك تختارين لك كافل قالت لي ابو الحسنين قلبي اختار ابو غيور ولادك العباس وبحمايته ما بنها يلا تحمل هالكلام تحمل واسالك الدعاء اصحاب الحوائج كلكم اصحاب حوائج يقول زينب كانت بظلي وظلها ما حد يشوفها وتاليها بلي خمار تطب الشام والكوفة عن حمايتها سيفك وين وصولاتك المعروفة رضيت الشمر يشتمها ويضربها زجر وسنا شبيدة عليها يا أمير المؤمنين ما يرضى أبو فاضل لكن يقول الشاعر قام يخاطب أبوه أعرف هذه جرأة من الشاعر بس يبغي يمزج المصايب والدموع على أهل البيت يقول جاوب العباس بس اسمع جوابه وسامحني يقول
زينب يوم أنا موجود ما حد هتك ليها دار ولا خدها لطم صابي ولا فرت بلي خمار ولا واحد كسر لضلوع ونبت بالصدر مسمار ولا نختني وتوانيت أبد يا فارس الفرسة. يقول لي عندي عتب أخير عليك وراجع النجف أبو فاضل. يقول لي عتابي عن أخوك حسين ما هو بتقطيع أوصاله. يلا ودع. عتابي عن أخوك حسين ما هو بتقطيع أوصاله ولا عن سهم في قلبه بقوة من الظهر شاله لكن كيف ترضاها يدوس الشمر من عاله ويفصل راسه عن جسمه ويظل عاري على التربه